في المينا بيبدأ في أحد الدول الأفريقية، وكانوا بيلموا المحصول وفجأة في واحد بيقع ويغمى عليه ويموت، والقسيس بيقول إن روحه هتفضل في الأرض، فأخوه تري وابنه اللي هيكمل مشواره من بعده. وتاني يوم بيكون في ولد صغير اسمه ويليام بيصلح الراديو بتاعه، ووالده بيصحى وبيروح ياخد منه الراديو عشان يعرف اخبار الطقس ايه وايه المحصول اللي ممكن يزرعه في الوقت ده. ووالد ويليام بيطلب منه يصلح سقف البيت، وبعديها والدته بتندهله وبتقول له خد دش قبل ما تروح المدرسه بتاعتك. وبعدها بيروح ياخد الدش بتاعه وبيتفاجئ ان اهله جابوا له هدوم المدرسه، وبيكون مبسوط جدا انه هيكون متساوي مع زمايله. وبعديها بيقابل صاحبه وبيتجهوا على المدرسه، وتري بياخد جزء من المحصول بتاعه عشان يبيعه في السوق، وبيكون في حملات انتخابيه للرئيس الجديد، وتري بيبدل المحصول ببذور اللي هيزرعها الجديده. وويليام بيروح المدرسه بتاعته، والناظر بتاعهم بيقول لهم لازم كلكم تدفعوا المصاريف عشان تقدروا تستخدموا المكتبه، بس بعدها الدنيا بتمطر وكل الطلاب بيروحوا على فصولهم. وبعد الحصه ما بتخلص، ويليام بيدي المدرس بتاعه مايك جواب كانت اخته بعته له عشان هي عاوز تلتحق بالجامعه في العاصمه، ومايكل كان بيساعدها عشان تدخل الجامعه. والمدرس بيقول لويليام لازم والدك يدفع المصاريف لالا مش هتقدر تدخل المدرسه تاني. وويليام بيروح البيت وبيحاول يذاكر عشان الامتحانات قربت، وبيطلب من والدته بس لمبه الجاز يذاكر عليها، بس هي بتقوله مش هتقدر تستخدمها دلوقتي عشان احنا ممكن نحتاجها، وبتطلب منه يخرج يساعد والده في الزراعه. وتاني يوم ويليام بيجيب درجه سيئه جدا عشان ما كانش بيقدر يذاكر بالليل، وراح مكان الخرده بتاع القريه عشان يدور على اي حاجه تجيب له اضاءه بالليل عشان يقدر يذاكر، بس بالصدفه بيلاقي مطور ميه، وبالنسبه له ما بيكونش ليه لازمه، وبيكون بيدور على اي لمبه ينفع يشغلها بالليل عشان يقدر يذاكر بس. وبيكون في اجتماع للقريه، وفي شركه عاوز يشتري اشجار التبغ اللي بتحيط القريه، بس عمده القريه بيرفض وبيقول لهم لو بعنا الاشجار ديت ممكن لو حصل فيضان كلنا هنغرق، هنبص دلوقتي بالفلوس القليله اللي هتيجي، بس الشجر دوت بيحمي المحصول بتاعنا وممكن الفيضان لو حصل في اي وقت يغرق كل المحصول، بس الناس من فقرها ما بتفكرش في المستقبل، وكله بيروح يمضي وبيتنازل عن الشجر اللي في ارضه. وجيري بيكون عاوز يبيع الشجر بتاعه، والشجر دوت هو اللي بيحمي ارض عمه، بس جيري بيبيع الشجر ده وبيكونش في حاجة تحمي الأرض من الفيضان. وتري بيروح يكلم ابن أخوه وبيقوله في فيضان في الدولة اللي جنبنا وممكن الفيضان دوت يوصل للأرض بتاعتنا، بس جيري بيقوله أنا خلاص بعت ومش هرجع في كلامي. وتاني يوم ويليام هو بيتمشى بيشوف الشركة وهي بتقطع الأشجار قدامه، وبكده الأرض بتاعتهم معرضة للفيضان. وويليام بعد كده بيروح لشباب القرية وبيقعد معاهم، وبيكون عندهم راديو بايظ وبيطلبوا منه يصلحه، وبيروح يجيب حجارة من البيت وبيطلب من والده مصاريف المدرسة، وبيقول له بعد ما بيع المحصول هجيب لك الفلوس. وفعلا ويليام بيرجع لشباب القرية تاني وبيجيب كل البطاريات الفاضية وبيعمل منهم بطارية واحدة كبيرة وبيقدر يشغل لهم الراديو. وبالليل وهو راجع البيت بتاعه بيشوف اخته واقفة مع المدرس مايك وبيعرف ان هما بيحبوا بعض. وتاني يوم هو وصاحبه بيروح يدوروا في الخردة على اي حاجة تنفع تكون لمبة ليهم، بس صاحبه بيقول له انت لازم تنتقم منه ممكن تكسر له العجلة بتاعته. وفعلا بيروح عشان يكسر العجلة بتاعته، بس بيشوف حاجة اول مرة يشوفها، لما العجلة بتتحرك المصباح الكهربائي بينور، وساعتها بس بيكتشف حاجة جديدة وبيكون عاوز يعرف ازاي العجلة بتدور وساعتها النور كمان بينور. وتاني يوم بيروح للمدرس بتاعه وبيسأله ازاي المصباح اللي عندك في العجلة بينور لما العجلة بتتحرك، والمدرس بتاعه بيقوله عشان متركب فيها دينامو وهو ما بيكونش عارف ايه الدينامو ده. والمدرس بيشرح له ان ديت آلة بتحول الطاقة الحركية لطاقة كهربائية، وهو كان عاوز يعرف معلومات اكتر، قال له يبقى لازم تروح المكتبة، بس هو للأسف لسه ما دفعش فلوس المدرسة، والمدرس بيقول له انا مش هقدر اساعدك. وويليام قال له انا عارف انك بتحب آني وممكن اساعدك وخلي اهلي يوافقوا عليك، بس بشرط تساعدني ادخل المكتبه. وفعلا مايك بيوافق وبياخده بيوديه المكتبه، وبيدخل يدور في كتب الطاقه وبيلاقي كتاب اول ما بيشوفه عينه بتلمع، كتاب بس بيتكلم عن الطاقه. وبالليل بيحصل اللي والده كان خايف منه، والسيول بتيجي وبتغرق القريه كلها وبتغرق كل المحصول اللي تعب فيه، تعب سنه كامله راح على الفاضي. وبيروح يقابل واحد صاحبه شغال في شركه التبغ وبيطلب منه انه يشتري الشجر من تاني، بس صاحبه بيقول له للاسف مش هينفع. وبعديها بيجي موسم الحصاد والزرع كله بيكون دبلان وبيستخلصوا من النباتات اللي ينفع يتاكل بس. وبعدها رئيس الدوله الافريقيه بيجي يزور القريه بس عشان الانتخابات، وبيعمل نفسه ما يعرفش اي حاجه عن مشاكلهم، وزعيم القريه بيقول كلمته وبيقول ان القريه كلها هترشح الرئيس في الانتخابات القادمه، بس طالبين من الرئيس حاجه انه يهتم بالناس الفقراء اللي زينا، احنا كل اللي محتاجينه مصدر ميه عشان المحصول بتاعنا، وساعتها هندي الرئيس اصواتنا كلها حتى عمرنا لو حابب. ورئيس بيخلي الجارد بتاعه يقوم يمشي الزعيم بسرعه
وفعلا بيمشوا الزعيم والحراس بياخدوه تحت المنصة وبيفضلوا يضربوا فيه. الفساد واصل للرئيس حرفيا، ده رئيس فاسد بما تحمله الكلمة من معنى. وبعدها بيشوفوا المحصول بتاعهم قد ايه وبيكتشفوا ان المحصول هيكفيهم لمدة شهرين بس، ومفروض يعدوا بالاكل دوت 6 شهور بتوع الجفاف. وتري بيفك سقف البيت الحديد عشان يبيعه ويجيب بتمنه اكل، وبيعرفوا في السوق الاكل كله هيغلى. وتري بيقول لهم انا لازم اروح المدينة عشان نواجه الرئيس الظالم، وكانوا عاوزين يعملوا ثورة على الرئيس بتاعهم. وويليام بيروح وبيبص على الارض الزراعيه بتاعتهم، وبتيجي قوات من الحكومه بتوزع اكل على الكره اللي جنبهم. والدته بتطلب منه ياخد كل الفلوس اللي في البيت ويروح يشتري لهم اكل. وتري في الطريق للمدينه بيشوف الناس وهي عايشه في المجاعات، وبيحس اللي هو غلط وساب اهله في القريه. واني والدتها بيكونوا في البيت لوحدهم، وفجاه بيدخل لهم حرامي وبيقول لهم انا مش عاوز اذيكم، انا كل اللي عاوزه منكم ان انا اخد الاكل دوت لاني جعان جدا وعيلتي ما كلتش بقالها 3 ايام. وبعدها بياخد الاكل منهم وبيجري. ووالدتهم بتسمع صوت بره والناس سرقت الاكل كله اللي كان في المخزن، كل الناس كانت جعانه والاكل دوت كان المفروض يكفي عيله كامله لمده 6 شهور. ووالدتهم ما كانتش عارفه تعمل ايه. وويليام بيوصل عند المكان اللي بتوزع فيه الحكومه الاكل، ومسؤول من الحكومه بيقول مفيش اكل للناس دي كلها النهارده، والناس كلها بتجري وبتحاول تخش المخزن ياخدوا اي حاجه عشان ياكلوها. وفي الاخر خالص ويليام بيجي عليه الدور، والموظف بيقول له هديكم 12 كيلو بس يكفيكم 6 شهور، 6 شهور ب 12 كيلو قمح بس. والناس اللي جوه مش هتقدر تخرج من المكان عشان الناس اللي بره لو شفت معاهم اكل ممكن تقتلهم عشان تاخد الاكل. وبعدها في موظف بيجي بيقول لهم مش هينفع تفضلوا قاعدين هنا، لازم تخرجوا. وويليام بيستخدم ذكائه وبيعمل فتحه في ظهر المخزن وبيخرج منها. وبعديها تيري بيوصل ومراته بتقول له انت السبب، انت اللي سبتني هنا في الحاله ديت، كل الاكل اللي في البيت اتسرق ومفيش حاجه في البيت نقدر ناكلها، مفيش امل غير ان ويليام يجيب لنا اكل نقدر نعيش بيه. وفعلا ويليام بيقدر يوصل لهم وبيروح البيت. وعشان الاكل دوت يكفيهم لمده 6 شهور كل واحد فيهم هياكل وجبه بس في اليوم، وبيضطروا يقسموا ال 12 كيلو على 6 شهور. واني بتزعل جدا وبتقول انا حاسه ان انا ممكن اكل اكلكم، احنا ليه عايشين في الذل دوت. ويليام بيروح يكلم اني وبيقول لها انا عارف ان انت بتحبي مايك، وبيطلب منها ان هي تجيب له الدينامو اللي في العجله بتاعته لانه محتاجه عشان يبني مولد كهرباء يقدر يولد ميه لقريه. وتاني يوم بيصحوا الصبح بتكون اني هربت مع مايك، بس قبل ما تمشي بتكون سايبه له الدينامو اللي هو كان عاوزه، وهي مشيت عشان توفر الاكل بتاعها لاهلها. وبعدها ويليام بياخد الدينامو وبيبتدي يعمل طاحنه هواء بتولد الكهرباء عن طريق الحركه، والدينامو بيحول الطاقه الحركيه لطاقه كهربائيه، وبيقدر يعمل نموذج صغير وبيشغله بالراديو، وبكده هيقدر يوفر طاقه كهربائيه لمضخه الميه، وهيقدر يرجع الميه للقريه كلها. وشباب القريه كلها بتساعده بيلموا الحاجات اللي هو محتاجها وهيعمل بيها طاحونه هواء. ويليام بيروح يفرج والده عن النموذج الصغير اللي هو عمله وكان عاوز يكون فخور بيه، وبيشغل الراديو بالنموذج الصغير بيقول له تمام هيفيدنا بايه؟ قال له احنا ممكن نوصل مضخه ميه بالبير وبالطاقه الكهربائيه تسحب لنا الميه من البير. قال له طب انت محتاج مني ايه؟ قال له انا محتاج العجلة بتاعتك. والده ساعتها اتعصب عليه جدا وقال له بيعلموك في المدرسة ايه؟ عاوز تكسر الحاجة الوحيدة اللي بتساعدنا في البيت، دي الحاجة الوحيدة اللي بتقدر تحركنا لأي مكان، انت بعد كده هتساعدني هنا في الأرض. وبيكسر لويليام النموذج الصغير بتاعه. وبعدها بيروح يتكلم مع شباب القرية وبيقول لهم انا متأكد لو عملت النموذج الكبير ساعتها هقدر اوفر للقرية مية، وهم بيأمنوا بيه وبيروحوا يطلبوا من والده العجلة بتاعته، بس والده بيتخانق معاهم وبيكون عاوز يضربهم. وبعد كده بيمشوا وبيستسلموا، بس ويليام بيكون متأكد وواثق من الاختراع بتاعه وعارف ان العلم هيقدر يقضي على الجهل. وتاني يوم والدة ويليام بتروح تطلب من تيري ان هو يدي لابنها العجلة، وبتقول له في ايه تاني هنقدر نخسره؟ الارض بتروح وكل حاجة من حوالينا بتروح، الناس كلها عمالة تمشي وتسيب القرية، حتى لو العجلة ديت اغلى حاجة عندك دلوقتي ادي لابنك فرصة، ضحي بيها وخلي ابنك يجرب ممكن ينجح. وفعلا الاب بيقتنع بكلام زوجته وبيروح مع ابنه بيقطعوا العجله بالطريقه اللي هو عاوزها، والناس كلها في القريه بيساعدوه بيوصلوا ترمبه الميه بالبير، وويليام بيطلع عشان يشغل طاحونه الهواء، وفعلا بيركبوا اخر قطعه فيها وبيقدروا يشغلوها، وبيستنوا البطاريه تشحن عشان تشغل الموتور. وهم قاعدين بيشتغلوا مستنيين الميه فجاه الميه بتظهر قدامهم، والناس كلها بيكونوا فرحانين جدا وفخورين بويليام، وبكده هيقدروا يزرعوا من تاني، والميه بتغطي الارض كلها والناس كلها بيكونوا فخورين بيه جدا. وبعديها والده بيبص له نظره فخر وبيكون مبسوط جدا باللي ابنه عمله وفي عينيه الحسرة اللي هو ما ساعدهوش من الأول. وبيعدي أيام كتير وأخيرا المحصول بيطلع،
واهل ويليام بيكونوا فخورين بيه جدا، وبيكون طفل عنده 11 سنة بيخترع آلة بتطلع قرية كاملة من الجفاف، والقصة دي قصة حقيقية. وويليام بعد كده بيسافر امريكا وبيكمل دراسته هناك، واخته آن تتجوز المدرس مايك وبتخلف من مايك 4 عيال. وبيخلص فيلمنا على كده. لو عجبك الفيلم انزل اشترك في القناة ولايك عشان يدعمنا استمر. سلام.